بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الأولى بعد 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. برنامج أهلا ومرحبا الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل يقول: كيف يحقق المسلم التوحيد الخالص على الوجه الأكمل، وما الأسباب المعينة على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد تصفيته من الشرك والبدع والذنوب والمعاصي، هذا هو الذي حقق التوحيد، وهذا لا يناله إلا الأفذاذ من عباد الله عز وجل. فعندنا نقص، عندنا مخالفات، ولكن التوبة والاستغفار مما يعظم رجاءنا بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ورد فضل في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، متى يبدأ هذا الفضل؟ وهل لو قرأ الإنسان شيء منها أو بعض الآيات هل يكفي ذلك؟ نعم، ورد في أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، ولكنها أحاديث ضعيفة، لكن بمجموعها يؤخذ استحباب قراءتها في يوم الجمعة وليلتها، ولا يكفي قراءة بعضها بل يقرأها كاملة، لأن سورة الكهف لا تنطبق على بعضها، لا بد من إكمالها، وهي ميسرة ولله الحمد. من كان يحفظها يقرأها من حفظه، ومن كان لا يحفظها يقرأها من المصحف. نعم. سؤاله الثاني يقول: فضيلة الشيخ، غسل الجمعة، متى يبدأ الغسل المجزي؟ وما معنى غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ غسل يوم الجمعة مستحب عند الجميع إجماع العلماء، ومتأكد أيضا، ويتأكد عند ذهابه إلى الجمعة، يتأكد عند ذهابه إلى الجمعة يتنظف ويستعد لصلاة الجمعة مع المسلمين، ولتزول ما به أو ما فيه من الروائح الكريهة والعرق، فيغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. هذا مستحب، أو هذه الأعمال مستحبة في هذا اليوم، لأنه يوم عظيم، اجتماع عظيم للمسلمين، فيتهيأ له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، معنى واجب يعني متأكد، وليس واجبا مفروضا، وإنما معنى الوجوب هنا التأكيد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: هل ورد حديث أو أثر صحيح في كيفية تقليم الأظافر وما مدتها؟ تقليم الأظافر المستحب في كل أسبوع، وكيفيته ليس له كيفية معينة، المهم أنه يقلم أظافره ولا يتركها تطول، ولم يصح أن له صفة معينة. وآخر موعد لا يزيد عليه إلى 40 يوم، قص الشارب وقص الأظافر ونتف الآباط وحلق العانة، لا تتعدى هذه الأمور 40 يوما، بحديث وقت لنا 40 يوما. نعم. يقول: هل يشترط للعمامة التي يمسح عليها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة؟ ذؤابة. نعم، أو ذؤابة. يشترط أن تكون العمامة مثبتة على الرأس، إما بإدارتها على الرأس أكوارا، ويجعل من أحد الأكوار حنك، يعني تحت حنكه حتى تثبت، وإما أن تكون ذات ذؤابة، وهي أن يرسل منها طرفا من خلفه. فهذه هي العمامة التي يمسح عليها، المحنكة التي يدار منها تحت الحنك دور، أو ذات ذؤابة، والذؤابة هي ما يرسله من الخلف من طرف العمامة. نعم. هذا يقول: شخص نزل إلى البركة الماء ناويا الوضوء والغسل،
ثم خرج، فهل يجزئه ذلك عن الوضوء عندما خرج من البركة؟ إذا كان الماء راكدا فهذا منهي عنه، أما إن كان الماء جاريا ويتجدد فلا بأس بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول الشيخ أخيرا، عند غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء هل يجب معهما غسل الكفين؟ غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، أن يبدأ بالكفين فيغسلهما، البداءة بهما سنة، وأما غسلهما فهذا فرض، لا يتركهما بدون غسل، فيغسل من رؤوس أصابعه إلى ما وراء المرفقين غسلا تاما. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول يا شيخ، هل من الممكن أن أستخير لأخي، وما طريقة الاستخارة وما الحكمة منها؟ لا يستخير أحد عن أحد، الاستخارة لا تدخلها النيابة، وإنما يستخير صاحب العمل الذي يريد الدخول فيه من مشاركة أو سفر أو زواج أو غير ذلك. نعم. يقول الشيخ، ما حكم هذه الأخت السائلة تقول، ما حكم إرضاع طفل دون علم والدي، وهل تكون هذه الأم له من الرضاعة؟ نعم، إذا أرضعته 5 رضعات يعني 5 مصات فأكثر صار ابنها من الرضاعة، ولا يشترط إذن والديه. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا عن النعاس، هل ينقض الوضوء وما الضابط فيه؟ النعاس من الجالس لا ينقض الوضوء، من الجالس، الضابط فيها أن يكون من جالس متمكن من نفسه، فهذا لا يضره النعاس، وأما إذا كان متكئا أو مضطجعا فإنه ينتقض وضوءه بذلك لأنه لا يتمكن من نفسه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا الأخ أبو سالم يقول، حدثونا عن الإمام الشافعي، وما هي أشهر الكتب الذي برز فيها؟ الإمام الشافعي إمام جليل، هو الإمام الثالث من الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة أقدمهم، ثم الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. والشافعي له كتب في الحديث وفي الفقه وفي التفسير، ومن أشهر مؤلفاته الفقه كتاب الأم، أشهر مؤلفاته في الفقه كتاب الأم للإمام الشافعي. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل يقول، فضيلة الشيخ، ما حكم من أخطأ في حق والديه بأن قصر معهما وبدأ بينهما خلاف، هل التوبة تكفي في ذلك، وما الذي يصلهما من ذلك؟ من أساء إلى والديه بأي إساءة، سواء بالقول أو بالفعل أو بالمعاملة، هذا عقوق، هذا نوع من العقوق، فعليه أن يستحل منهما إن كان حيين أو أحدهما حيا، أن يستحل منه، يطلب منه المسامحة، وأما إن كان الوالدان ميتين أو أحدهما ميت وأساء إليه في حياته فإنه فات استسماحه، ولكن يدعو له ويستغفر له ويتصدق عنه لعل ذلك أن يخفف عنه مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول، هل الدعاء في كل وقت، وما هي شروطه، وهل هو خاص في أدبار الصلوات، وما أفضل الأوقات؟ الدعاء مشروع في كل وقت من ليل أو نهار، وهو عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا قال، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. سمى الدعاء عبادة، يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، وهو مطلق في الليل والنهار، ولكن آكد والأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء السجود، في حالة السجود قال صلى الله عليه وسلم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقال صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكذلك الدعاء في أدبار الصلوات، وكذلك الدعاء في الصلاة نفسها، الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، كذلك الدعاء في آخر يوم الجمعة، في ساعة يوم الجمعة، الدعاء في ليلة القدر من رمضان، هذه آكد أوقات، أو من آكد أوقات الإجابة، وكذلك في الأمكنة، الدعاء في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والدعاء في الطواف في السعي، الدعاء في عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الدعاء مشروع
مشروع كل وقت، وهو عبادة، والعبد بحاجة إليه، وله أوقات فاضلة وله أماكن فاضلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ السائل يقول: نحن في البادية كثيرا ما نرعى الغنم ونقوم بوسم الحيوانات بالنار لتعرف عند صاحبها، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، لا بأس بوسم الدابة بكيها، ولكن يتجنب الوجه، لا تكوى الدابة في وجهها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل لا بد من تخصيص ثياب جديدة لصلاة الجمعة؟ وهل ورد شيء في ذلك؟ لا مانع، أو ينبغي أنه تكون ثيابه نظيفة أو منظفة أو جديدة لصلاة الجمعة، وإذا ادخر لها ثيابا وخصصها هذا شيء طيب. ثياب للجمعة للعيدين كان صلى الله عليه وسلم يجعل عنده حلة يلبسها للوفود ويلبسها للعيد والجمعة. نعم. يقول هذا السائل أبو علي فضيلة الشيخ: بالنسبة لسجود السهو، متى يكون قبل الصلاة ومتى يكون بعدها؟ وهل لو ترك ذلك يكون بعد الصلاة، هل يجزئه ذلك؟ سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل إن كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران، وإن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فإن الأفضل أن يكون بعد السلام لأنه ليس جبرانا وإنما هو ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما رأيكم في الموظف في الدائرة الحكومية أو المسؤول الذي يفرق بين الموظفين في الانتداب والمكافآت العمل، وما الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك هو النظام الذي جعلته الدولة، فلا يجوز للمدير أو غيره من المسؤولين أن يتخطى النظام ويخص بعض الموظفين دون بعض، وإذا كان هذا يخالف نظام الدولة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ: صليت مع إمام وبعد الصلاة تذكر هذا الإمام بأنه على غير طهارة، فما العمل بالنسبة للذين صلوا خلفه؟ صلاتهم صحيحة، الذين صلوا خلفه صلاتهم صحيحة ما دام أنه لم يتفطن، أنه على غير وضوء إلا بعد السلام، صلاتهم صحيحة، وأما هو فيتوضأ ويصلي من جديد. نعم. هذا السائل يقول: شيخ، ما مناسبة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار عندما قال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار؟ نعم، مناسبة ذلك أنه لما وزع المغانم في بعض المغازي وخصص المؤلفة قلوبهم بالعطاء تأليفا لهم على الإسلام، وترك الأنصار لأجل إيمانهم وقوة إيمانهم وأنهم لا يلتفتون إلى طمع الدنيا، فوكلهم إلى قوة إيمانهم رضي الله عنهم، فلما تكلم بعضهم بشيء من هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقنعهم وبين لهم كيف أنه يخصص بعض الناس أو يعطي بعض الناس ويترك بعضهم، أنه من ترك فلقوة إيمانه، ومن أعطاه وزاد له فلضعف إيمانه. الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الأمور في مواضعها ولا يعطي حسب الهوى ولا يحرم حسب الهوى، وإنما ذلك لحكمة وعدل منه صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل المصيبة في المال تكون من غضب الله؟ نعم، يصاب الإنسان بماله من غضب الله، إذا منع الزكاة مثلا فإنه حري بأن يتلف ماله، أن يصاب بصاعقة أو بحريق أو بتلف أو بسرقة أو غير ذلك، أو بظلم ظالم يغتصب أو غير ذلك. منع الزكاة سبب لتلف المال والعياذ بالله. وكذلك من أسباب تلف المال أن يحبس الحقوق الواجبة عليه من الإنفاق على نفسه أو على أولاده أو على زوجته أو على والديه ممن تجب عليه نفقتهم، فإن هذا سبب لعقوبته بتلف ماله. وقد يكون تلف المال من أجل الابتلاء والامتحان، هل يصبر أو لا يصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الله أرسلت لمجموعة من
الأسئلة تقول بالنسبة للفتور فضيلة الشيخ في العبادات وفي الصيام وفي غيرها، هل هو علامة على مرض القلب؟ علامة على الكسل، فعلى المسلم أن ينفض الكسل وأن يجتهد في العبادة ويعود نفسه ولا يستسلم للكسل والخمول، يعود نفسه على الطاعة وعلى العبادة، ثم هي تعتاد ذلك وتتلذذ به في المستقبل. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: إذا صلت المرأة في ثوبها الساتر لجميع بدنها، لكنها إذا ركعت ارتفع ثوب وظهرت العقبين، فهل الصلاة صحيحة؟ إذا لم تعلم بذلك صلاتها صحيحة، أما إذا علمت وتركت شيئا من بدنها مكشوفا فإنها تبطل صلاتها، كان ذلك كثيرا وتركته وعلمت به إنها تبطل صلاته، لأن ستر العورة من شروط الصلاة، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. نعم. من أسئلتها تقول: ما الواجب في بر الوالدين وصلة الأرحام الذي تبرأ به الذمة؟ الواجب إعطاءهم ما فرض الله لهم من الصلة، وأول ذلك الإنفاق عليهم إذا كانوا محتاجين، إنه ينفق عليهم ويصلهم بالهدايا، يصلهم بالزيارة والسلام، يطيب خواطرهم، هذا من حقوقهم عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. أم محسن تقول: يا شيخ، هل يجوز التصدق بالعقيقة للمولود نقدا أي مالا لإحدى الجمعيات الخيرية؟ هذه لا تكون عقيقة، عقيقة ذبيحة نسك من الأنساك المشروعة، ولا يجزي عنها دفع المال، مثل الأضحية إنها لا تذبح، لأنها عبادة لله، والذبح عبادة، وصلي لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالأضحية هذه أو العقيقة هذه نسك عن المولود، لا بد من ذبحها، يعني يستحب ذبحها مؤكدة، ولا يكفي إخراج القيمة تصدق بالدراهم، هذا لا يعد عقيق، إنما يعد صدقة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ورد حديث بما معناه: عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، هل ورد هذا وما معناه؟ نعم ورد هذا، ومعناه أن الشيطان أن العالم يقمع الشيطان، العالم يقمع الشيطان ويدحض وساوسه وشبهاته عن الناس، فالشيطان ما أشد عليه من وجود العالم، فالعالم الواحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، لأن العابد ليس عنده علم، إنما عنده عبادة فقط، وقد ترد عليه شبهات من الشيطان ولا يستطيع أن يدفعها أو يرد عليها، لذلك فضل العالم على العابد كما قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.